ليش السمنة عندنا عالية بالكويت؟ أول شيء ثقافتنا بالأكل كلها كربوهيدرات ودهون عالية جدا، زائد أن الفاست فود متوفر بشكل كبير. اثنين، طول اليوم راكب سيارتك، رايح مشاويرك كله بالسيارة وقاعد بالزحمة تعبان، ما في أي نشاط بدني، ما في أي حركة. رقم ثلاثة، إيدك بموبايلك تقدر توصل حق أي مطعم تبي، أي شيء مشتهي راح يوصل لي عندك. أربعة، لمعات بالبيوت ومع الربع فيها أكل وايد، كل ما لد وطاب. خمسة، مو فاهمين العادات الغذائية الصحيحة، يعني يشرب كولا، ياكل سويت، ياكل كل شيء مشتهي، ومو فاهم ان انت قاعد تاكل سعرات حرارية عالية جدا. فالحل ان احنا نتغير بشكل تدريجي، مثل ما في يمعات في البيوت، في ايضا يمعات بالنادي في مركزنا، راح تتجمع مع ناس يهتمون في صحتهم، يهتمون في طريقة غذائهم، يطلعون من التمرين معرقين ومبسوطين ومستانسين، يغيرون نمط حياتهم الى انه يكون صحي اكثر.